مرحبا ويعطيكم العافية. المخ من أكثر أعضاء جسم الإنسان تعقيداً، هو المسؤول عن التفكير، الحركة، الذاكرة، الأحاسيس والخبرة. المخ هو عضو مكون من أنسجة، والأنسجة مكونة من خلايا. بالتحديد المخ بيحتوي على 100 بليون خلية عصبية. كل واحدة من هدول الخلايا بيعمل روابط معقدة مع آلاف الخلايا الموجودة حواليه. هاي الروابط هي عبارة عن جسور عشان تسمح التواصل ما بين خلايا المخ. هاي الجسور بنسميها علمياً التشابكات العصبية. في كل مرة بتتعلم شغلة جديدة، بتكتسب خبرة، أو بتمر بموقف معين، بتتكون هاي التشابكات. بس لاحظ، هاي التشابكات بتتغير قوتها وطبيعتها مع مرور الزمن. بعد هاي المقدمة رح نحكي عن 5 معلومات عن الدماغ رح تصدمك. تابعوا. كتلة الدماغ البشري عند الذكور ممكن توصل 1336 جرام، بالمقابل عند الإناث بتوصل 1198 جرام. بس لا تخاف، كتلة الدماغ ما بتتناسب أبداً مع نسبة الذكاء، والدليل إنه لما مات ألبرت أينشتاين قاسوا كتلة مخه ولقوها أقرب لكتلة الدماغ عند الإناث من كتلة الدماغ عند الذكور. إذا استخرجنا كل الطاقة الكهربائية الموجودة بالدماغ، بنقدر بهاي الطاقة نضوي لمبة صغيرة بقدرة 25 واط. مع أنه الدماغ هو اللي بفسر وبخليك تشعر بالألم بكل أنحاء جسمك، الدماغ بحد ذاته ما في مستقبلات للألم. يعني إذا غزيتك دبوس في مخك ما راح تحس فيه. عشان هيك إذا ما كان في جلد وعظام بغطوا الدماغ، بيقدر طبيب جراحة الدماغ يعمل عملية بدون ما يستخدم مخدر. أكيد كثير منكم شافوا فيلم لوسي ودعايته. الفيلم فكرته إنه الإنسان بيستخدم 10% من دماغه، فشو راح يصير إذا استخدم أكثر من 10%؟ It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. طبعاً الفيلم كلياته عرض بعرض، ما في جزء من الدماغ ما في له وظيفة. في بعض الناس بتصير معهم حالة غريبة بنسميها سينستيزيا أو الحس المرافق. في هاي الحالة بتتداخل مجموعة حواس مع بعض، فبصير الإنسان يربط الأرقام بالألوان، وبصير يشم ريحة الحروف، وبصير يحس بطعم أغنية معين. فارل ويليامز مغني أغنية هابي عنده هاي الحالة. وفي النهاية قررت أحكي مقولة حلوة إلها علاقة بالموضوع بنهاية كل حلقة. مقولة اليوم هي: العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها. القائل هو نجيب محفوظ. بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، ولا تنسوا الشيرات وكبسة السبسكرايب تحت. في أمان الله.